عقدت اليوم في الكويت أعمال الدورة 12 للجنة الكويتية المصرية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية المصري سامح شكري. وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية على أهمية العمل المشترك بغية التصدي للتحديات في المنطقة ومواجهة التطورات المتسارعة. يأتي لقاءنا المبارك اليوم إنفاذاً لتوجيهات السامية والحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظهم الله ورعاهما، واستكمالا لمسيرة التعاون والنماء والعمل البناء وروح العطاء والأخوة الصادقة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين على مدار عقود من الزمن، تنامت فيه العلاقات قوة وتعمقت روابطا في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية وغيرها في العديد من المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر في ظل التحديات الجسام التي تعصف بعالمينا العربي والإسلامي. انتظام دورة انعقاد لجنتنا المشتركة يعد نموذجا يحتذى للتعاون العربي، كما ان حجم وتعدد وتشعب الموضوعات المطروحة على جدول اعمالها يعد ابلغ دليل على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، والتزام القيادة السياسية في بلدينا الشقيقين بترسيخ الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية فيما بينهما بالشكل الذي يليق بعمق الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية العميقة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين. وفي ختام أعمال اللجنة وقع الجانبان على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل عددا من مجالات التعاون بين البلدين.